يواصل الاحتلال انتهاكاته ضد الفلسطينيين، حيث اقتحمت قواته تجمع جبل الباب البدوي في بلدة العزرية شرقي القدس المحتلة، وهدمت روضة أطفال ومركزا نسويا دون سابق إنذار. جبهة مواجهة جديدة وفصل إضافي من فصول التنكيل بالتجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة. المستهدف هذه المرة هو تجمع جبل البابا في بلدة العزرية، وبشكل خاص الأطفال والنساء منهم، إذ اختارت قوات الاحتلال أكثر الأيام حراً وساعات الصباح الباكر لتهدم روضة الأطفال ومركزاً نسوياً في التجمع. الصبح يمكن على الساعة تقريباً 7، يعني تفاجأنا إلا قوة من جيش الاحتلال مقتحمين التجمع، مطوقين التجمع وفكوا روضة الأطفال وتجمع نسوي وفككوهم وحملوهم على الونش، وفي كمان براكس حاولوا كمان يهدوه بس كانوا الأطفال متواجدين فيه وناس من التجمع معنيين في كل التجمعات البدوية يقيموهن، يعني مش بس الخان الأحمر وجبل البابا وأبو النوار، جميع التجمعات معنيين يخلوا المناطق من الناس. بدا السكان اليوم غير مكترثين لجريمة الهدم والمصادرة، فجميع بيوت التجمع هدمت بالسابق وأعيد بناؤها مرتين وثلاثة، لتبقى إرادة بدو الجهالين وإصرارهم على الصمود أقوى من جبروت الاحتلال وعنصريته. خلال السنوات الماضية الاحتلال قام بهدم 57 منزل من أصل 57 عائلة، يعني جميع التجمع بيوت التجمع تم هدمها، وقمنا بإعادة بناء هذه البيوت جميعها. المبنى الروضة يهدم للمرة الثالثة على التوالي، جبل البابا أحاطوه بجدار استيطاني، صادروا كل مقومات الحياة في هذا التجمع، يعني منذ 10 سنوات ونحن نعاني في هذا التجمع حتى هذا اليوم، ولكن كل هذه المعاناة لن تجعلنا نخضع لسياسة الاحتلال ونترك هذه المنطقة أو نغادر هذه المنطقة. تهجير تجمع جبل البابا يقع ضمن المخطط الاستيطاني لنقل ما لا يقل عن 46 تجمعا بدويا فلسطينيا يقع بين مدينتي القدس وأريحة، استكمالا لما يسمى بخطة إيوان لفصل العاصمة الفلسطينية عن الضفة الغربية، ما يضع نهاية للحلم بأي دولة فلسطينية مستقبلية. من تجمع جبل البابا البدوي شرقي القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.